إذا محقق كالهمل إخوان الأعزاء أنا خلي أشير لهذه القضية حتى يكون في علم الإخوة واقعا لا أقلها سنموه عدة أبواب بحثها الهمداني قدس الله نفسه في مصباح الفقيه واقعا فقيه من الطبقة الأولى الأولى من فقهاء الإمام الهمداني حاولوا أن تقرأوا له لأنه في أعمل في الحوزات العلمية عموما لا يقرأ للهمداني صاحب مصباح الفقيه وهو فقيه من الطراز الأول وإطمئنه كل من جاء بعده وكتب في كتاب الطهارة والصلاة وغيرها فهو عيال على من؟ من قبيل كل من جاء بعد صاحب الشيخ الأنصاري في باب المكاسب فهو عيال على من؟ على الشيخ الأنصاري والمحور ذاك في كتاب الطهارة والصلاة أيضا المحور من؟ المحور الفقيه الهمدان ولذا مصباح فقيه اجعلوه من الكتب التي تراجعونها في حياتكم ال...